الفنان اللي يسعدنا مقابلته فنان من الشرق العربي، من العالم العربي، من الفنانين الكبار اللي لهم مدرسة في التلحين والغناء لا تخطئها الأذن أبدا، فنان كبير فريد الأطرش. مساء الخير أستاذ فريد، وأهلا بك معنا في التلفزيون الكويت. مساء الخير يا حبيبي، واسمح لي أنا اللي أشكرك وأشكر هيئة الإذاعة الكريمة اللي أتاحت لي الفرصة الجميلة دي. والتلفزيون طبعا، اولا التلفزيون لانه هو اللي بينقل، الاذاعه بتنقل الصوت، لكن التلفزيون بينقل الصوت والصوره معا. فمش عارف كان صورتي المره دي عاجبه الناس ولا انا لسه ضعيف زي ما كنت. وايد احسن. فانا بشكر هيئه التلفزيون اللي اتاحت لي الفرصه الجميله دي، اني انا اللي بالعكس اتقدم بالشكر للشعب الكويتي العظيم وللحفاوه البالغه الحقيقه اللي بلاقيها دايما من الكويت الأول. أستاذ فريد، ننتقل إلى مظهر من مظاهر نشاطك الفني. افتكر شيء لا يخفى على الناس، أن في مشروع تلحين أغنية لأم كلثوم أو لحن لأم كلثوم، فايش قصة الموضوع هذا؟ والله ست أم كلثوم الحقيقة احنا تقابلنا فعلا قبل مجيء هنا للكويت، ولقيت يعني الحقيقة رغبة من الطرفين. انا كانت امنيتي برضه ان ام كلثوم يوم من الايام اني اشارك بلحن متواضع مع صوتها القوي الجبار المحبوب العظيم. فان شاء الله احنا بس بنبحث عن كلمات. يعني السبب اللي اخرنا انه مش لاقيين. انا اولا الجمهور دلوقتي اصبح واعي جدا، فالجمهور بيحب يسمع الكلمه الحلوه. يعني العمل الفني يجب ان يكون مكتمل من الكلمات ثم اللحن ثم الاداء. أم كلثوم ما فيش شك إنه الأداء واضح وجميل، وأنا أؤكد نجاحه من دلوقتي. الكلمات أساسية، لازم كمان الكلمات تكون حلوة والجمهور يقدرها ويحبها ويكون فيها معاني جميلة وجديدة. هذا الذي أبحث عنه الآن. أما اللحن فربنا وفقني وقادر إني أقدم لحن يرضى عنه جميع الأذواق، أرضي جميع الأذواق وجميع الناس، وإن شاء الله تتم هذه المقابلة. ان شاء الله متأكدين ان اللحن راح يكون رائع ان شاء الله. شكرا. يضيف مجد الى امجادك الفنيه. شكرا. سجلت اغاني جديده لتلفزيون الكويت؟ نعم، انا فعلا جيت هنا سجلت بعض اغاني، بس الاغاني دي انا عايز اتكلم عنها. هي اغاني مش جديده، اغاني انا غنيتها من مده طويله، من عشرات السنين. العمر بيد الله، وانا مؤمن ان كل واحد مش هيعيش اكتر ساعة ولا دقيقة اكتر من عمره، وانا عايش بايماني بالله وبشجاعتي، وحتغلب على المرض باذن الله، وحرجع ان شاء الله لفني ولجمهوري، وعندي ايمان وعقيدة بهذا باذن الله. فهذه الاعمال الفنية بتبقى للاجيال القادمة، للي هيسمعونا بعدين، بعد ما نروح احنا. في ناس لازم يحملوا الشعلة دي اللي احنا اضاءناها السنين الطويلة دي. ففي لازم مدرسة جديدة تنشأ، احنا لازم نشجع النشأ الجديد، ولازم تخلق مواهب جديدة، عشان لما فريد الأطرش يروح ولا عبد الوهاب ولا الملحنين الموجودين المعاصرين، لازم نخلق جيل جديد يقود هذه الحملة ويسير بها إلى الأمام. فدي اللي أنا بتمنى قبل ما أموت، إني أشوف جيل جديد صاعد من الملحنين الجدد والمطربين الجدد الصاعدين، إنهم يعني يحتلوا المراكز دي ويحملوا الشمعة وينوروا للناس نفوسهم وقلوبهم بالفن الجميل ده، زي ما احنا اضاءناه طوال السنين اللي فاتت. ونفسي قبل ما اموت تتحقق لي الامنيه دي، والاقي جيل جديد يا رب ان شاء الله كفء انه يحمل هذه الرساله ان شاء الله. في تصريح لك في الصحافه ان دار موضوع حول انك تفضل او ترغب في البقاء في الكويت في شيء يتعلق باشراف على اعمال فنيه او شيء من هالنوع، لو توضح لنا. نعم، دي برضو من بعض أمنية. يعني في مصر، في الجمهورية العربية المتحدة، وفي الكويت أو في أي بلد عربي، إحنا أخوة كلنا وزملاء وأحباب وأقارب بالدم والدين وكل شيء، بيجمعنا وطن واحد. أنا بعتبر كل البلاد العربية وطني، والفن ملوش وطن. فأنا كوني أخدم في الكويت زي أي كويتي يخدم في مصر، فإحنا كلنا أخوة. فدلوقتي في مصر فيها فنانين كتير، أنا قلت إن أنا إذا كان حرمت او صحتي حرمتني ان انا اقدر ازاول مهنتي او اغني او الحن، فعلى الاقل اني ما اقعدش كده يعني عاطل لا اعمل شيء، اخلي كل مجهوداتي لتربيه وخلق نشء جديد من شبان ومطربين وملحنين. فانا فكرت اني اعرض على المسؤولين هنا
خصوصا على السيد وزير الارشاد الشيخ جابر العلي، لان هم المسؤولين عن الاعلام هنا في هذا البلد. فانا مستعد اني اقيم هنا ويبقى في عناصر موجوده في الجمهوريه العربيه، وعناصر في لبنان، وعناصر في الكويت، وعناصر ما يمنعش ان كل الفنانين تتشعب وتروح تخدم في كل البلاد. فانا مستعد اني انا اخترت الكويت لانه ليا فيها اصدقاء واحباب وليا فيها زملاء احبهم. فانا مستعد لو عرض علي ان انا اجي واقيم هنا معهد موسيقي لتعليم النشء الجديد من الشبان والشابات، والفن ده شيء جميل جدا وربنا خلقه مواهب ولازم الناس تستغله وتتمتع به مستقبلا. فلو طلب مني انا مستعد وبقدم حياتي كلها في سبيل خدمة فني وخدمة زملائي، اكون كمرشد، وانا راجل بخبرتي الطويلة دي اظن اصلح لكي اكون يعني اخ لهم وصديق، اني ارشدهم واعلمهم واخدم هذا الموسيقى في هذه البلد ونطورها ونوصلها لمكانة مرموقة بين الأمم الثانية إن شاء الله. ده شيء جميل أن الأستاذ فريد تولى المهمة هذه. سؤال أخير أستاذ فريد، في لك مشروعات جديدة وألحان جديدة؟ والله عايز أقول لك حاجة، من سنة ونصف يعني بقى لي سنة ونصف دلوقتي أنا في حاجة بيقولوا واستعينوا على قضاء حاجاتكم بالكتمان. فكل فنان له حاجات ما بيحبش يعني يقولها إلا في وقتها، بس النهاردة أنا مضطر أني أقولها لأن أنا كنت بحضر أغنية نشيد لفلسطين لليوم ده، لليوم اللي كنا كل العالم ينتظره بإحساسي وبدمي. أنا لما رجعت من المستشفى في العام الماضي كتبت في الصحف المصرية وقلت أن أنا عايز أموت في فلسطين، ودي حاجة مسجلة أنا كتبت وقلت أن أنا آخر أيام حياتي مستعد أني أقضيها شهيد في أرض فلسطين، وما زلت أقولها وأعيدها أن أنا بإحساسي وبدمي أن أنا أشارك العرب الإخوة العرب في هذا الموقف النبيل تجاه الأخوة الفلسطينيين لاستعادة فلسطين من العصابات الصهيونية. أنا واقف معهم بدمي وقلبي وروحي وإمكانياتي الفنية مستعد أبذلها وحياتي في سبيل أنه فلسطين تعود إلى أهلها. فبالمناسبة دي رحت طلبت من الأخطل الصغير الشاعر اللبناني الكبير بشار الخوري، لقيت في ديوانه قصيدة رائعة عن فلسطين اسمها وردة من دمنا، فعجبتني جدا فاستأذنت منه وداني تنازل وأهداها لي علشان خاطر أني ألحنها وأغنيها. بس أنا صحتي ما مكنتنيش أني بكل أسف أني أقدر أغنيها بصوتي، لكن يعني نعم سمعنا منها شوية. والله الكلمات موجودة الكلمات. عندي أنا بالمناسبة دي أنا قلت برضو يمكن حأسأل هذا السؤال، فأنا حبيت أسجل أن أنا مستعد كنت للمعركة دي كنت عايز أقوله ملحن جاهز لكن مش قادر اغني دلوقتي، مش مسموح لي طبعا. انا اسف لكن نعذرك. انا جايب معايا كلمات واحب انك يعني لو تتح لي الفرصه دي اني اقراها للمستمعين الكرام عشان يسمعوا الكلمات على الاقل. مسميها الاخطل الصغير ورده من دمنا. بيقول سائل العلياء عنا والزمانا، هل خفرنا ذمة مذ عرفانا؟ المروءات التي عاشت بنا لم تزل تجري سعيرا في دمانا، ضحك المجد لنا لما رآنا بدم الأبطال مصبوغا لوانا، عرس الأحرار أن تسقي العدا أكؤسا حمرا وأنغاما حزانا. يا سلام. ضجت الصحراء تشكو عريها فكسوناها زئيرا ودخانا، ضجت الصحراء تشكو عريها فكسوناها زئيرا ودخانا، مذ سقيناها العلا من دمنا أيقنت أن معدا قد نمانا، انشروا الهول وصبوا ناركم كيفما شئتم فلن تلقوا جبانا.